في قول ربي سبحانه وحتى عند الخلاف والطلاق لما يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني إحنا مأمورين بأن لا ننسى الفضل بيننا وإحنا بنتطلق. طب وإحنا عايشين مع بعض يبقى في فضل ولا نتعامل بالعدل؟ والفضل هنا إن سيدنا النبي نفسه كان في مهنة أهله كان يحلب شاته لكن لما كان يحتاج بيقوم يساعدوه ويعملوه. ففي فرق بين إن الرجل يساعد ويتفضل بهذا وأنا ما عنديش مانع أبدا ولا عيب إن أقف أغسل الصحون مع مراتي ما عنديش مشكلة إطلاقا في هذا، لكن عند الحقيقة هي بالتأكيد قاعدة في البيت وأنا في الشغل. حضرتك نظف الشغل لحد الساعة 10-12 بالليل هتروح تطبخ حضرتك وهي قاعدة في البيت. الخلل جه منين يا فندم؟ الخلل جه إن أنا بنزل الشغل الساعة 6 الصبح ومراتي نازلة معايا وبنرجع الساعة 6 آخر النهار، أنا هخش أنام ولا أنزل على القهوة وأنت بقى يلا جهز لنا الأكل وعملنا مش عارف إيه. فتبدأ الست كما قالت لي أنا ببدأ يومي مرتين، مرة في الشغل الصبح الساعة 6 ومرة في البيت الصبح بالليل الساعة 6. إنما لو أن المرأة وقرن في بيوتكن وقاعدة بالأساس والراجل راجل وكفى بيته وهي قاعدة مالكة في البيت متوجهة هتقوم تسند نفسها في المطبخ وتجهز لقمة على بال ما يرجع وهيبقى في استقرار وأمن وأمان. يعني حضرتك شايف إن الموضوع توافقي يعني طبعا حسب الظروف مفيش قانون بيحكم العلاقة بين المرأة والزوجة يحكم المسألة يا فندم قول ربي ولا تنسوا الفضل بينكم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن بيته والمرأة راعية في بيت زوجها. فالطبيعي لما الأمور ترجع لانسجامها الطبيعي الرجل يعمل ويكد ويوفر لقمة العيش المرأة هتجهز لقمة العيش وخلصت المسألة.